السلام عليكم شباب. أفراخ استرالي قزم، أغلبية بلاك موتلد وبيهن لايت، أكو أبيض نقي وأكو بلو أكو بلاك. صحتهم خير من الله، والأميات مستواهن يعني خط أول ما شاء الله. هذا هاي البالونة هاي ما محسوبة، بيهن احجام، بيهن كبار، بيهن صغار. الدجاج كله ملقح، و مثل ما تشوفون صحتهن شلون ياكلن وشلون يتحركن. الكبار الزوج 35 والصغار 25. جو السوق بهواي كلها تعرف استرال القزم شلون سعره. وهالفترة الشباب منقطعين عن كنارة، تعرفون كنارة مصدر ايران، اكو تظاهرات بالعراق وتظاهرات بايران، طرق مسدودة والوضع مخربط شوية، صعد سعره. بس ان شاء الله عدي وجبة هالايام ثانية، بس شوية يستقر سعره مرة ثانية حتى اجيبه، حتى ما ارفع السعر عليكم، ابيعكم ان شاء الله بنفس السعر. مثل ما تشوفون اغلبية بلاك مولتد، هو طبعا ارقى لون بالدجاج بلاك مولتد، عليه طلب كلش قوي. يحب يشتري منهن الرقم مالته موجود بالوصف مال المنشور، يتصل علي وان شاء الله ما اقصر له. ان شاء الله هالايام راح يجي سيراما.